على بالك يجب على المرأة وجوبا أن تطبخ له وتغسل ثيابه وتكوي له هدومه إلى آخره. فشنو صحة الخدمة؟ أو شيء أنت شو تسوي؟ نعم. يعني هذه المسألة حقيقة، يعني مسألة الزوج، هل من حقه على زوجتي أن تغسل ثيابه وأن تنظف بيته وأن تطبخ له، أو ليس هذا يعني من حقوقه عليها، يعني ليس من واجباتها؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، اختلف أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول أن المرأة يجب عليها الطاعة بالمعروف فقط، وأنه لا يجب عليها شيء من الخدمة في البيت، وإنما يجب على الزوج أن يوفر لها من يخدمها. هي ما تزوجت لتخدم، وإنما تزوجت لتعيش يعني مع زوجها وينجبان الأولاد ويتعاونان على طاعة الله تبارك وتعالى، ويكون سكنا لها وتكون سكنا له، لا لأن تكون خادمة له في بيته. فذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا ليس واجبا على المرأة، وأنه يجب على الزوج أن يوفر لها من يخدمها، هذا هو الأصل. آخرون من أهل العلم هو قول أبي ثور رحمه الله تعالى، الأول قول الجمهور والثاني قول أبي ثور، قال أنه يلزم المرأة أن تخدم، وهذا يقول أن هذا من الطاعة بالمعروف، يلزم أن تكنس البيت وأن تطبخ وأن تنظف وأن تغسل ثيابه وغير ذلك، لأنه قال هذا من الطاعة بالمعروف. وذهب ابن القيم رحمه الله تعالى إلى وسط، إلى حل وسط في هذه القضية، فقال ينظر في حال المرأة في بيت أهلها قبل الزواج، فإن كانت قبل أن تتزوج بهذا الرجل في بيتها تخدم، فلا ينبغي له أن يغير حياتها فتكون كذلك في بيته تخدم، وإذا كانت في بيت أهلها تخدم فلا يغير عليها أيضا، وهي تخدم في بيته ما تغير شيء. فينظر إلى حال المرأة في بيت أهلها، يعني لا تنتقل من عز إلى ذل، واضح؟ يعني أنا أذكر لكم قصة يعني الآن جاءت في خاطري الآن. هذا رجل تزوج امرأة وهو طيار، فقال لها سأخذك في رحلة، ففرحت قالت هذا بيدور فيني العالم، طيار ياخذ طيارة ويروح فيني كل مكان. تقول على ورك ولا ما أرضي بالسيارة مديني عنزة، تقول هذا أولها. فالمهم كل يوم تقول عزايم، أنا وياه رايحين غدا جايين عشاء، بس ما نشوف بعض إلا بالليل، والصبح أنت فارق كل يوم من الظهر خلاص ما أشوفه إلى الليل، أنا مع النساء ومع الرجال. يقول ذاك اليوم رجعت البيت ولا تبكي المرأة، شفيت يا مرة تبكي ما ترد عليه، يا مرة يا هذا ما ترد عليه، أحد زعلت أحد قال لك شيء، ولا تقول أنت جايبني تهيني جايبني تذلني جايبني كذا، متزوجني عشان أنذل عشان كذا، أحد قال لك شيء أحد. المهم تبي يوصل معهم نتيجة، آخر شيء إيش تصورون؟ ولا تقول له أنا أركب بالوانيت ورا مركبينها بحوض الوانيت، بس أنا قديمة شوية الحين بأركبون، فتقول له أنا أركب أنا صخلة، تقول له أنا بالكويت أسوق بي أم، توديني تركب بالوانيت ورا. فقال له قال له بروحك ولا معك خواتي؟ قال له تخوات مع أخواتك معي. قالت ما يقصدون ترى الإهانة ولا شيء، بس إن هذا مرة قالت أنا بالكويت أسوق بي أم، وديتني تسكني بالبنيت في الحوض وراي. فالقصد انه لا يغير عليها يعني حياتها التي كانت عليها. فذهب كثير من اهل ابن القيم رحمه الله تعالى الى انها يعني تكون حياتها في بيتها كحياتها في بيت زوجها، لا تتغير عليها، قال هذا هو الاصل. فعلى كل حال من حيث النصوص الشرعيه ان لها يعني عليها ان تطيع زوجها بالمعروف، لكن أنها تخدم تطبخ هذا إحسان منها، بل حتى الرضاع لو امتنعت من الرضاع
وطلبت أجرة للرضاع يجب عليها أن يدفع لها أجرة للرضاع. لذلك قال الله تبارك وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى بالنسبة للمطلقة. فالقصد حتى الرضاع إذا طلبت قالت ما أرضع الولد إلا بأجرة ولا جيب لي واحدة ترضع. وإذا كان أطفال العرب في السابق تأتي الرضعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم خذت رضيع مرضعة ولا لا؟ نعم حليمة السعدية. فالقصد أنه قالوا حتى الرضاع بعض أهل العلم قال أنه لا يجب عليها وإنما هذا من إحسانها، هذا من إحسانها، وإلا النفقة كلها على الزوج هو المتكفل بكل هذا. طبعا ما يعجبكم هذا الكلام أنتم الآن، لكن والله رضاكم ما ماني حريص عليه صراحة. طيب في نقل هذه المسألة والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.